أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. بابا حبيب قلبي اللي بعمره ما رفضي طلب. كذابة، رفضت لك كثير ومصاري ما في، شو ما تعزبي حالك؟ ليه طيب بابا ليه؟ خردوج ولا كلمة. من غش دوام المدرسة صار مبلش من أكثر من نص ساعة، وأنت عم تفتي بس بدك تضيعي وقت مشان ما تروحي، فهمان عليك يا مان. ممتاز، طالما عارفين إنه الدوام صار مبلش من زمان، أنا تأخرت ليش لهلا ما رحت؟ ما فكرت بالموضوع أنت؟ أنا جيت أطلب منك مصاري مشان أشتري دفتر، يعني أنا جيتك بطلب علم. طلب علم ورديلي. طلب علم ولا طلب سندويشتين شاورما عربي مع صحن بطاطا اكسترا مع كولا دبل؟ امبارح ما سمعتك وانت عم تحكي مع رفيقتك. هذا الحكي كان امبارح بابا، والله كان امبارح. اليوم ما في مع حكي طويل، اليوم بدي اخذ منك المصاري عشان اروح اشتري دفتر. بعدين انتوا ليش هيك بتظنوا السوق علي؟ السوق ليش علي بتظنوا السوق علي بتظنوا؟ ورغم انت ايش عم تقولي؟ انت فهماني على حالك؟ بابا الدفتر كثير لازمني، حتى الاستاذ قال اذا ما بتجيبوا دفاتر هالسنه ما رح تنجح وطول، ها رح ارسل يعني هلا عم بقول لك. ما انت على اساس لما كنت تشتري دفاتر كنت تنجحي يعني. قولك برسب بابا برسب برسب. وش قد صاير حقه هالدراب السخن دفتر تبعك؟ صاير حقه هلا على ارتفاع الدولار تقريبا شي 200 ليره. معك الثلاث عدات، اذا ما بتقولي لحالك اي ام اجردك 200 جرد يخرب بيتك. نوعي من وجهك بك. حتى القلم فضي، بك حتى القلم فضي، شو أعرف حظي أنا؟ والله أنا جعت له فعلا الدراسة بتجوع كتير. لك يخرب بيت الأكل، يخرب بيت الأكل معكم، ولك أنت مو هلا أكلنا لسا، ولك مو أنت أكلت أكثر واحد، ولك الصينية شفطة شفط، ولك يخرب بيتك شوية تانيك رح تاكل الصحون، ما بتفكر غير بالأكل، ولك بكرة أنت عندك امتحان لما عندك؟ مبلا عندي أمي، عندي. معناها انضرب على قلبك وحفاظ وحاج عليك فاضي، يخرب بيته. ولك أنا جعت 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 يعني ما جوع، وأنا بني آدم لازم آكل لحتى أعيش. أحسن شيء أقوم على المطبخ أعمل شيء سريع آكله عشان ما أتأخر على الدراسة. هلا بكون بقيان صحن من طبخة امبارح معكرونة بشاميل، بتسخنها هلا بالمايكرويف وبتشوف هالجبنة عم بتشط شط هيك مع كاسة كولا. لا أكيد هالمو برادنا، لأنه برادنا نحن مع بصفر صفير هيك، لا أكيد هالمو لنا. وين الاكل يا جماعه؟ كانه نحن انتم مهاجرين ولا شو من البيت يعني؟ لا اذا بتدخل فارع على البيت ما بتلاقي شي تاكله. لحظه، لك ايش ما فاتتني؟ امس شفت على اليوتيوب طريقه عمل اندومي خلال 10 دقائق بس. ما في شيء امي، عم بدور على دفتري، عم بدور على دفتري ما عاد بلاقي. بعد ما بنحط الطنجره بنجيب الاندومي بدون ما حدا يحس علينا عشان ما حدا يعرف مكانه. ما حيل بعدها بنكسرها. من دون ما حط لها شي طاول بنحطها على النار 10 دقائق، بعدين بنحط لها البهارات. بنحطها 10 دقائق ومثل كرابها تستوي. وهيك مدي صار اكثر من 10 دقائق.
اكيد بكون استويت. وليه غريبة؟ ليش هيك عم تطالع دخني؟ والله غريبة. أبلا! صار ولي القدم احترقت والسداجة كمان تحت احترقت. ولي امي اذا بتشوف الطنجرة هيك يمكن ترميني من الشباك، مو يمكن اكيد احترميني. وين بدنا نخبيها؟ وين نخبي الطنجرة؟ ما في غير هون. اولاي ان شاء الله بتحس ريحة حريق، ريحة حريق. وإذا أنفي ما أخطأني كمان في ريحة أندومي. وين؟ مستحيل أشميت ريحة إلا ما يكون هون. هاي إجابة لهون. يخرب بيتك على طريق الطنجرة. ليكني ليكني جيت. ولك انا ماني مصدق انه انا اليوم جاي اتقدم لك. اليوم منى حياتي. بس ما قلتي لي مش قادرة اعمل بناية؟ خمسة. يلا جيتك. مسيطرة همشيك مسطرة، أخليك لو شفتي بشارع بنت تبصي لورا. ولك اسم الله على جمالي. ولك أنا بس بدي أفهم ليش لما عم تقدمولي عرسان عم تشوفوني عم بطفشو؟ مع إنه والله أنا حلوة كتير. ولك أخي جمالي أنا بس ليش عم بطفشو؟ أنا ما بعرف. ولك خدوج خدوج يخرب بيتك من حالك. ولك تعي ساعديني شوي بالمطبخ يخرب بيتك. أحسن ملك نامت ونهار بالفرشة مثل البغلة. يلا امي جاي، يلا امي جاي جاي. لك ايش هالملافز تعبانه هي؟ لسه بغل وما بعرف شو. لك ترقوا شوي يا اخي ترقوا، صيروا من طبقتي، صيروا من الطبقه المخمليه مثلي شوي. او ماي جاد. يلا يلا جيت جيت. ولك يلا جيت يخرب بيتكم. ولك جيت جيت على طول الجرس يخرب بيتكم. أنا برأيي تحقق الجرس بيكون أفضل. لو سمحتي عمي موجود؟ إذا جاي شايف فاتورة المي ما لهون، وإذا جاي شايف فاتورة الكهرباء كمان ما لهون، فإيش معناته؟ انقلع من هون. يوم شبهي على فكرة أنا ماني جاي عشان مصاري طاوي، هذا جاي عشان موضوع تاني. إذا هيك ادخل أندهلك علي. يلا. ولك ما قلتي لي بعدين شقد عمرك أنتِ؟ في عندك أخت أكبر منك ولا أنتِ أكبر وحدة؟ ولك الدخيل اللي باللبنية ما أطيب أنا يخرب بيتك. عبادة ييه انت ايش عم تعمل؟ ما في شيء ما في شيء، كنت عم بهوي الغرفة مشان هيك فتحت الشباك بس ما في شيء. برضه عم تهوي الغرفة بالشتاء يلي برا هوا برد بوز. شايف انا سيحلي مخطشي؟ ولك يخرب بيتك من حالك انت ما بتوب. ولك قطع شعري قطع بكون اول بالقلم عليكم جيران. يخرب بيتك انت هتستحي على حالك. ولك انت حمار. بسيطة بسيطة ما راح اعصب. ريلاكس ريلاكس هيك انا هيك نقلع لبرا اشوف رجال عم استناك برا بسرعة. ومين هاد؟ اوعى يكون حدا بده مصاري. لا لا تخاف انا سألته اطمن ما هو جاي كرمال مصاري. اذا هيك معلش اسعي من دوتشي خليني اشوفه. ايه روح خليني اشوف ايش في على الشباك. انا عن جد مالي عارفه من بدي ابلش، بس الصراحه الي الشرف اني اتقابل مع حضرتك. بروك 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 لنشوف. انا من مثل ما قلت لك صراحه مالي عارفه من بدي ابلش، بس راح ادخل بالموضوع فورا. انا لحظه استنى، انت هذه هديه اللي جايبها معك الي؟ طبعا لك، انا جايب لك اياها لك طبعا. اذا هيك ادخل بالموضوع لك. عمي انا بشرفني مثل ما بيسعدني طبعا اني اطلب ايد بنتك على سنة الله ورسوله. شو؟ ابني لحظة شوي، انت متأكد من اللي عم تقوله؟ طبعا طبعا متأكد، وانا الي الشرف طبعا. يعني انا ما بتعرف من ايمت انا مستني هذا النهار. ولك مو انت اللي مستني من زمان، انا مستني من زمان يخرب بيتك. قبل ما تقول ايه ولا لا،
انا عندي بيت وبشتغل باكبر شركه تجاريه محاسب كبير وبدرس سياره عندي تنتين عشان يصير بعلمه. ولك نحن لا بتهمنا لا سيارات ولا بيوت طاول، نحن ما نفكر بالقصص طاول اصلا، اخر شيء بنفكر فيهن اهم شيء يكون شاب محترم مثلك، والله اعلم مين داعي عليه حتى وقع هالوعه. خدوج سوي لنا كاستين زورات. ما قلت لي ايش تشرب عيوني؟ اذا في نسكافيه بالحليب والشوكولا بشرب. شو ايش تشرب؟ نسكافيه بالحليب والشوكولا. سوي لنا كاستين زورات يا بنت. عن نسكافيه وبطيخ. هاي ايفريبادي. لحظة شوي انا هلا فهمت. انتو جبتوا زهورات مع الخدامة مو؟ انا خدامة ما خدامة ولك؟ ايش عم تقول؟ انا خدامة ما خدامة؟ ليك هاي العروس قدامها. لحظة شوي، انا عروس ما عروس؟ انا ما هاي البنت اللي بعرفها اصلا، ما هي البنت اللي كنت عم بحكي معها اصلا. انتو هون بنايتكم ايش قد رقمان؟ بناي هاي رقم 4 على راس الحارة. بس ليش عم تسأل؟ شو؟ لحظة شوي يا جماعة، شكله صار سوء تفاهم. أنا مالي جاي لعندكم، أنا كنت جاي على بناية تانية فصار سوء تفاهم، يعني ما تواخذوني، أنا ما بدي هالقصة كلها أصلاً. وقف عندك، إيش سوء تفاهم ما سوء تفاهم؟ إن شاء الله مفكر لي أنت تخور حمام وتطلعه وبتكون غلطان لا تقبرني. هلا هلا بدك تتجوزني وتصير مالي فوق راسك، إيش رأيك؟ أبو عبادة دول الشيخ اللي يجي بسرعة. قول وراي يا ابني. زوجتك موكلتي. زوجتك موكلتي. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. الله انت قول وراي. قبلتها منك على المهر المذكور. قبلتها على المهر المذكور. اذا اعينكما زوجا وزوجة. الف مبروك ان شاء الله. ألف مبروك صهري. لحظة، وين العريس؟